هذا ذا وليدك انت ياك تهضر معايا انا بيان سور هضراني معاك هذا ابنية شمن ليه العفو انا ابني راه في الدار صاحبي موش هنا يا ربي شكونك دير هنا انت شوف كيف هذا واش كان انتوما تبعتوه في كوفوكاس شو تقولي واش راك دير هنا هاوله هاي هاي لا هاي هرجو الكتاب اه والله هشي اه وي هذا اللي بعتنا له بنته هربت له من الدار كيفاش يا اخي بعتنا لك باش تحضر نهار اثنين حتى اليوم باش جينا يا صاحبي الله قالب هالدنيا بعيدة وما صرت حق الفايز حتى بعد جوج جاك بحراني صحيت لكم منهم بون وعلاش بنتك هربت من الدار اصلا اصلا سي با لا بان تسكفز حدك عاد ترانكيلي على حمالتك مانيش نقابل هاي الكلمة لها بون ديسكيتي معك ديسكيتي مع بلاك ليا على حمالتك انتو خليتو العقل البنادم ولا بون علاش بنتك هربت من الدار واش ندير هذا كانت تاكل تشرب مكاسيه يا باس عليها اضربها جن وطاك تراحي لا 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 جد لا 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 او الطفله قالت لنا وبلطتها من الكرايه وباش تزوجها كيفاش هاني على وبليش بعدا ايوا صاحبي بلغت مقام الزواج ولا كيفاش ندير معاها كيفاش يا عجبة الله الطفله في عمرها 16 سنه تقرا تبطلها باش تزوجها او انت عندك يعني 16 سنه راها صغيره ولا انا عبد يا واسمع انا انا امها عقدت عليها مولات 15 سنه يا سيرة انت مازالت صغيره الور اسمع اودي لا بنتك هربت من الدار ولا فوت نتاعك شرفوت نتاعي انا يا سيرة اللي تطبق وغدوار واحد دي بنتك واش نطبق واش نطبق واش تبدا تمشي انا وين نطبق يا سيرة وكيما نجي الصباح ولا العشوه اجي العشيه وجي معك هاد الورق ياه اي تبقاو لنا يا اخي بس انا اللي ما شافكش خير عليه تبقى